يا بن، هذه سوف تخفف عنك الحرارة، فعبر هذه الكريستالات سأكون قادرة على التواصل مع الطبيعة لتخفيف الحرارة. وكيف عرفت ذلك؟ مكتوب في الكتيب كيف تتواصل مع كريستالاتك. انهيار كيميائي. يتوجه إلى البلدة. لا تقلقا، هيت بلاست سيتصرف. فور أرمز، أربعة فقط. لا مشكلة، علي حفر خندق. أحسنت أيتها الأيادي، شكرا لك. لا تتحركوا. هذا عرض ترفيهي، أعشق العروض الترفيهية لأنها مؤثرة. يا بن، كان ذلك غريباً. صحيح، أعني أنني أنقذت البلدة وجنبتها كارثة. لا أدري يا بن، قوى البلازما لا يمكن التنبؤ بها، أي يمكنك التعامل؟ نعم، لا مشكلة، كما أنني لم أفعل ذلك، بل كان أومنيتريكس بيل جاكس. خذ مني أيها الطفل الأرضي، تلك الأداة ستكون سبب دمارك. الدمار الوحيد سيكون في وجهك بواسطة قبضتي. هذا العرض الترفيهي مؤثر زيادة. ها؟ ما كان هذا؟ عينة من القوة الجامحة، لست هنا لأصارعك. أنا أيضاً، لأنني على وشك القضاء عليك. مهلا، ماذا؟ بن، هل أنت بخير؟ لا أدري. لدينا خلافاتنا أيها الصبي، وسنصفي حساباتنا، لكن ليس اليوم، فاليوم لم آتي لخوض معركة، بل لحمايتك من الأومنيتريكس. ما الذي تتحدث عنه؟ موهبتك في تكييف الدي إن إيه باهرة، لكن الأومنيتريكس لم تصنع للبشر، وخصوصاً للطفل. طفل؟ لقد تجاوزت العاشرة. انظر إلى ما تسببت به قواك، قريباً ستصبح طاقة الأومنيتريكس أكبر مما تستطيع السيطرة عليه. أكبر تهديد على كوكبك الحبيب هو أنت. هذا هراء. إنه يكذب، يحاول خدعك كي تعطيه الأومنيتريكس. أنتما محقان، وسوف أثبت ذلك. تريد الأومنيتريكس؟ لك ذلك. ثلج؟ ماذا؟ هل فعلت هذا؟ لا، أنا آسف. بن، لا تقلق، سأخرجكما. وقف، تصدمت بما يكفي من الخراب هنا يا بن. يا مدمر السفن، يدمر المرء سفينة واحدة فقط فيصبح مدمر سفن. لا. مؤثر جدا. أنتما بخير؟ نحن بثلج. نكتة جيدة يا جدي. أدار أيها الطفل، إنك غير قادر على السيطرة على هذه القوة، عناصرها تعمل ضدك. إذا أردت إنقاذ الأرض، سلم الأومنيتريكس وسوف أترك هذا الكوكب. هل تصدقان هذا؟ يخبرني طريقة عمل الأومنيتريكس. يا لها من نكتة، أليس كذلك؟ رفيقي؟ بن، أثق بك، ولا أريدك أن تسلم الأومنيتريكس إلى فيلجاكس. عليك الاعتراف أن الأومنيتريكس تقوم بأشياء غريبة مثل هذا. فضائي جديد؟ واو. لا تفعل ذلك الفضائي، فهو سوف يدمرك وسيدمر العالم كله معك. هناك طريقة للتأكد أيها الشرير الذي أصبح حساسا. لا. ليست لديك فكرة عما فعلته للتو. أعرف تماماً ما فعلته. إنه مصنوع من تلك المادة الزرقاء. أنت محقة.